السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، أشكر الفريق المحترم على طرح هذا السؤال. أنا أولا أريد أن أوضح أن هذه الحكومة منهجها يعني متناغم مع منطقة الدستور المبني على الشفافية. البرمجة اللي تبنتها الحكومة ما بقيناش كنديروها في المكاتب، ما بقيناش كنديروها حسب القرب الحزبي والسياسي والنقابي والعائلي، ويمكن جميع الإخوة البرلمانيين شهود على ذلك، بحيث كنديروها في الميدان مع السلطات ومع المنتخبين الجميع. لم يبقى إلا 5 أقاليم مبرمجة الزيارة ديالها لإتمام البرنامج 2015 وزيادة. الجميع الأقاليم والإخوان شاهدين، كنمشيو كنوضعوا شنو هي الحاجيات، كنوضعوا شنو هي الإمكانيات المتوفرة، وعلى ضوءها كنحاولوا نبرمجوا بطبيعة الحال. كتجي أحيانا أمور استثنائية مثل فيضانات، لا شك أنها تغير البرمجة، ولكن لا تلغي المنهج المبني على التشاور وعلى تحديد الأولويات. طبيعي أنه أحيانا اللي كتاخذ واحد الطريق بحال رقم الطريق الوطنية رقم 15 اللي كتمشي من ميدلت وكتمشي للقرسيف وكتمشي، فكتلقاها كلها مهترئة، لا يمكن أن تنجزها في سنة واحدة، فكديرها حول بمقاطع باش يمكن لها تساليها في نهاية المطاف. فتقريبا هذا هو المنطق اللي كيحكمنا. إذا كانت بقى بعض الأمور اللي تأخرنا فيها أو مازال مبرمجة، نحاول إن شاء الله نعالجها، لأننا مشينا فيما يسمى بالمقاطع المهيكلة اللي هي غالبا كيمر منها 80% من حركة السير على الصعيد الوطني، وكنظن بدينا كنكسبوا نتائج طيبة. الآن في 3 سنوات كسبنا 6 ديال النقاط بعد ما تراجعنا في 10 سنوات السابقة ب11 نقطة. شكرا.